في أحوال الطقس ستشهد عدة ولايات بوسط وشرق الوطن ابتداء من اليوم تهطل أمطار تكون أحيانا رعدية حسب نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية. وتخص هذه النشرية التي تم وضعها في مستوى يقظة برتقالي، ستخص ولاية تيبازا الجزائر العاصمة، البوليدة، بومرداس، البويرة والمدية، وهذا إلى غاية يوم غد على الساعة 6 صباحا. كما ستشهد ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة، الطارف، برج بوعريريش، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسقهراس تساقط أمطار ابتداء من مساء اليوم إلى غاية يوم غد على الساعة 3 زوالا، وستتراوح كميات الأمطار ما بين 20 و40 مليمترا.